لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. شيخ، هذا الأخ أبو عابد يقول: أنا أريد الحج هذه السنة، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. من عليه دين هل يلزمه الحج؟ الذي عليه دين وهو لم يحج حجة الإسلام أو يريد أن يأتي بنافلة الحج ينظر، فإذا كان عنده مال يتسع لسداد الدين ويتسع لتكاليف الحج إنه يحج، بحيث يؤمن للدين ما يسدده. أما إذا كان المال الذي عنده قليلا لا يفي إلا بالدين فإنه لا يحج، بل يبدأ بالدين لأنه غير مستطيع. الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الزاد الذي يبلغه الحج ويرده تكاليف الحج، وكذلك يكون عند أهل بيته ما يكفيهم إلى أن يرجع إليه. نعم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد